بنتكلم عن أئمة بتاعين ضلال زي حميدة. والله أنا بوريك بكلمك بنصوص شرعية. حميدة سلم عليك ما ترد عليه والسلام، ما داعي للبدعة، فهمت؟ جاء جلس في مكان تقوم منه تخلي له طوالي، قال لك أكلمك بآية، قل لي ولا نصف كلمة. الكلام ده قال السلف ما قلناه ونحن، فهمت؟ شكد الإمام مالك يروى عنه أنه قال لا يجالس أهل الأهواء إلا بالإنكار عليهم. وقال الإمام الصابوني في عقيدته رحمه الله المسمى التي سميت بعقيدة السلف أصحاب الحديث، قال ويجب صون آذانهم، ويرون أي أهل السنة والجماعة صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، يعني أباطيل أهل البدع الكلام الباطل اللي بيجيبوه ديل. يجي يقول لك حمادة، يجي يقول لك تعمل حجاب، ليه بركز على الحجاب؟ بعدين يا حمادة أنت المفروض تتطور شوية، تتطور شوية حمادة. الناس اللي شافوه قبل 30 سنة وهسي بس إلا فرق الشيب، ما في أي حاجة. مفروض تعمل لك حجاب بيولع بالواتساب، فهمت؟ ولا حجاب إلكتروني، ولا حجاب بتتحكم فيه بالشبكة، حجاب يكون ذاته حاجة كده مواكبة، فهمت؟ يركز لك على الحجابات لأنه عنده فيها قروش. يجي يقول لك يجيب لك قصص باطلة وموضوعة، كما يروى وينقل المتصوفة الضلال إنه في حاجة اسمها حرز أبي دجانة. يقول لك أبو دجانة رضي الله عنه الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له في شياطين في البيت بتاعي وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن أبي طالب وكتب كلام طويل وقام علقه، والصباح قال ما شفت حاجة. الإمام البيهقي روى هذه القصة في دلائل النبوة وقال وهذا سند باطل. لكن دي ما بجيب لك حميدة، لأنه دي لو جابه بيرجع بالورق بتاعه، الورق الجاي بيعه لك بيرجع به. والإمام الذهبي رحمه الله برضو قال القصة دي موضوعة، وكذلك الإمام ابن كثير برضو قال القصة دي موضوعة. والباطل الكذب الموضوع هو من أعظم المحرمات، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواتر أنه قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وشر الكذابين زي ما قالوا العلماء هم الصوفية، زي ما قال الإمام السيوطي في ألفية الحديث عن الوضاعين، قال وشرهم عن الوضاعين وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا. زمان نحن كنا في الأساس واحد تجاني، أبوه تجاني وهو ولد التجاني حيطلع زفت إلا أن يشاء الله، ما زي وأبوه فكيه حيطلع شنو يعني. الصوفي بخرج لك شنو؟ معقول يخرج لك شنجيط؟ إلا ربنا يهديه ويمن عليه بالهداية يخلي الطريقة التجانية. ده زمان كان بيقول إنه عندهم حجاب أو عندهم ذكر، إذا قريته في العمر ولو مرة واحدة تتحقق جميع أحلامك. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، يوم القيامة بتموت على حسن الخاتمة وما في سؤال بتاع ملكين، ويوم القيامة بيكون عندك مدينة، المدينة فيها 100,000 قصر، القصر فيه 100,000 بيت، والبيت فوقه 100,000 غرفة، والغرفة فيها 100,000 سرير، والسرير فيه كده يعني بالكذب ده يفضل شغل سخن معه، فهمت؟ اصبر اصبر لسه الشغل جاي ورا. فده كله يا اخواننا، دي كلها يا اخواننا من الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام شرع للناس الاذكار الشرعية، القرآن، تشيل مصحف تقرا من المصحف، ثاني حميدة ده امشي شوف له شغلة ثاني ما يغش الناس. ما فيها ناس حجاب بينفعك، انت ما شفت الجمعة خليل ابراهيم ذاك اسمه منو الجمالي ولا مين؟ هاي زول مربط حجبات كله حجبات، دقوا لك دانا انتهت منه مرة واحدة، فهمت؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه
يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا لا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ولذلك أخواننا الهوس بتاع الصوفية ده، إذا زول بقى داعية بتاع الضلال ده تهجروا زي حميدة ده. والبنت مشغلها من رمضان بيقول شباب جماعة دي قال بتتكلم عن مستر هنفر، زمن الشيخ محمد عبد الوهاب كان في هيدفون بيسجل، على قال عشان تعرف كذب حميدة، كما كان في هيدفون بيسجل، لكن ده بغش الناس المساكين. في ثلاثة من أعمامك كبار، واحد فوق مظن قاعد في البيت، فضلوا نفرين ثلاثة ورابعهم كلبهم حميدة، فهمت؟ ده اللي قاعدين يسمعوا له، لكن ما في حاجة، ما في حاجة. فإذا كان زول داعية للباطل وداعية للضلال ده ما بيجوز للإنسان إنه يحضر له، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يا أخي إذا كان السمانية في الكتب بتاعتهم بيقولوا إنهم بيهرشوا ملك الموت، كتاب زهير الرياض الصفحة 134 وإنت ماشي قدام، قال من كرامات أحمد الطيب ده شيخ بصلعة ده، فهمت؟ ده شيخه قال إنه الشيخ أحمد الطيب البشير بيهرش ملائكة الموت. قال ويحكى، قال حكى لي الشربيني، فهمت؟ قال أن ولده أحمد لما ضعف وجاءته ملائكة القبض لقبض روحه قال لهم الشيخ ارجعوا إلى ربكم فإن الأمر قد نسخ. والله ده شيخ ابصلع ذاته، معقول فاخورته دي تكون فيها حاجة؟ فهمت؟ ده شيخ دلوكة ده معقول عنده حاجة؟ فهمت؟ في نفس الباب بتاع الكلام الفارغ ده قال إنه أحمد الطيب ومات واحد بقاري، قال دي لهنا عشان ما تقول لي نبسته، فهمت؟ قال لما مات اسمه أبي شيب الطيار، قال أحمد الطيب مشى له بعد ما دفنوا في القبر والناس كلهم قال لهم فوتوا بعيد، قال فاتوا إلا واحد يدس تحت قبر، أنا ما أعرف داتوا قبر اللي بدي يسلوا بني آدم، المهم مشينا الكبة دي، فهمت؟ قال واحد وقف اسم أحمد الطيب بيتكلم مع الميت ده، يا زول أنت إذا ميت تاني ما بتسمع الله يهديك، ولو سمعت ما بتستجيب، لكن يا أخواننا لو بيجي الصوفي بيبقى ما عندك عقل، تتكلم مع الميت وتسك الكيس اللي بيجي ما فيه وممنوع، وموضوع طويل جدا. فده قال مشى بعد ما دفن الزول ده، قام قال له يا أبويا الشيخ يا أخي أنا ما أشيل 30 سنة من عمري وديك ليه؟ الميت قال له لا 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 لا، لأنه أنت زول صالح، لا والله أبويا الشيخ أديك ليه، لا والله ما أديك ليه. قال لي يا أخي أنت يا أحمد الطيب لو قعدت الناس بينتفعوا بك، فقال بعد ذاك ودع وفات، فهمت؟ بعد وما يجوا جوا القبر، قال لا خلاص ودعناك الله ومشى خلاه، كذب وباطل. يا أخطر من ده ذاته الصفحة 134 135 أحمد الطيب عبد المحمود بينقل عن واحد اسمه عبد الله بعلوي، فهمت؟ ده قال لما جاءت الملائكة للمريد بتاعه قالوا له يا أخي قالوا له من ربك؟ للمريد ده جابوها السمانية، قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. والله ده الكلام مكتوب في الصفحة 135 على يدك الشمال. قال فأعاد عليه من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال فقال له مرحبا بك وبشيخك عبد الله. بعد ده خلوه مشوا. ده ما كفر بالقرآن يا ناس، ده ما كفر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام.